بخطى ثابتة تتنادى الجوف لتحرير ما تبقى من المديريات بعد تزايد خروقات الميليشيا للهدنة. مصادر ميدانية أكدت تمكن الجيش الوطني المدعوم بالمقاومة الشعبية من السيطرة على 3 مناطق استراتيجية في محافظة الجوف، هي جبل الجرف، التبة الحمراء وصفر الحنية، بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيا فيما تواصل تقدمها بهدف تحرير كافة مناطق جبل حام. ستشاهدون أن الحوثي سيسلم نفسه بدون قتال بإذن الله، لأن معنويته منهارة. تأتي هذه الاشتباكات في ظل الخروقات المستمرة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي والمخلوع، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا، فيما تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من أسر العديد من تلك العناصر. اخترق الهدنة وهاجم الجيش الوطني في مواقعه ولم يصمت سوى ساعات، ثم حدث الهجوم المعاكس وفقد أكثر مواقعه التي يراهن عليها: جرف الذلان، حامل الأسفل، جرف العماسة، الصفر الحنية بكل تبابها المرتفعة. بالقرب من منطقة المتون، أكد الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية عبدالله الأشرف أن عدد القتلى وصل إلى 15 شخصاً وعشرة مصابين كحصيلة أولية في محافظة الجوف إثر الغارة الجوية الخاطئة التي شنتها طائرات التحالف العربي، حيث استهدفتهم بعد أن كانوا متجهين على متن 4 دوريات عسكرية إلى جبل حام.